كان صلى الله عليه وسلم سلاما دائما ما جرى بذكره لسان وسمعت به آذان. سعادة محافظ أبي عريش الأستاذ محمد بن هادي الشمراني، سعادة رئيس مركز وادي جازان الأستاذ مصطفى بن علي قحل، المكرمون رؤساء الدوائر الحكومية، مشائخ وأعيان المحافظة، أيها الحفل الكريم، وطني وطني وذكرك سائغ كالشهد ينضح في فمي، وطني وقدرك شامخ كالشمس فوق الأنجم. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً في ليلة من ليالي الوطن المجيد، وطن التوحيد والنهج الرشيد والحكم الموفق السديد، وطن سلمان بن عبد العزيز. أهلاً وسهلاً بكم في احتفالنا واحتفائنا ب89 عاماً من السعادة والرخاء والخير والنماء. كل عام والوطن بخير وازدهار، كل عام والوطن في عز وافتخار، كل عام والوطن من نصر إلى انتصار. 89 عاماً يا وطني همة حتى القمة، 89 عاماً من الوحدة والإخاء، من التقدم والرخاء، من العزة والإباء. 89 في ظل راية التوحيد والدستور الخالد العظيم والملوك البررة الصالحين. 89 لم تفرقنا ألسنة المغرضين ولا يد المفسدين ولا مكائد الحاقدين. 89 زادتنا ألفة واتحادا، قوة واجتهادا، همة واتقادا. واليوم، اليوم ها هي هامتك فوق هامات السحب، ها هي قامتك قامة الجبال الرواسي، ها هو مجدك الباذخ يتربع في الذرى، ها هو حاضرك البهي يتلألأ في الحواضر والبوادي. اليوم نحتفل ونحتفي معا بهذا الوطن، بهذه المنجزات والنجاحات وبهذه المفاخر والمكارم. اليوم تنعم بلادنا وتسعد بقيادتنا الراشدة الحكيمة، بمليكنا وولي أمرنا، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. السلام الملكي. وطني، وطني لك من شرفة السماء الضياء، ومن الأرض واحة خضراء، ومن القبلتين بيت عتيق طافت الأرض حوله والسماء. وطني والسراب حولك يجري يتشظى، وأنت نخل وماء. سوف تبقى رغم العداة عزيزاً في شموخ ويسقط الأعداء. ها نحن اليوم نعبر عن فرحتنا وسعادتنا بما أعطانا الله، وبما تحقق لنا بفضله سبحانه، وبما أنجزنا وقدمنا لوطننا، وبما نرجوه ونستشرفه في رؤيتنا لمستقبله. أيها الحفل الكريم، القرآن الكريم هو نور حياتنا ودليل مسيرتنا ودستورنا في بلادنا.
يتلو علينا القارئ عبد الرحمن نبيل بهادون آيات من الذكر الحكيم، فلتنصت الآذان والقلوب إلى كلام رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا تعلم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نستأذن سعادة محافظ أبو عريش الأستاذ محمد بن هادي الشمراني في بدء المسيرة احتفالاً باليوم الوطني 89. شكراً. للمملكة العربية السعودية مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة بين الدول، هذه المكانة حملت بلادنا مسؤوليات عظيمة ووضعتها أمام واجبات كبيرة، وما كان للوطن العظيم أن يقصر في ذلك أو يتوانى، فلقد قامت بلدنا بواجبها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهيأت الدعاء الدعاة وأرسلت العلماء وبنت المساجد وطبعت المصاحف والكتب ونشرت نور العلم بين المسلمين، وضحت الصورة الناصعة للإسلام وبنت المساجد والكتب، كما أدت واجبها الكبير في استقبال ضيوف الرحمن وتهيئة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وفرتها وهيأتها
لاستقبالهم ووفرت لهم كافة الخدمات التي تسهل حجهم وعمرتهم، وعدت ذلك تشريفا لها وفخرا لمواطنيها. اليوم يوم الاحتفاء ويوم الجمال. اليوم تزينت أبو عريش كفاتنة، تجملت بالسحاب وتزينت بلؤلؤ الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة. قامت المملكة العربية السعودية بمسؤوليتها في الدفاع عن قضايا المسلمين وحل مشاكلهم ودعم مطالبهم العادلة، وسخرت سياستها ومكانتها الدولية لذلك. وفي مقدمة ذلك قضية فلسطين المحتلة التي وقفت بلادنا في نصرتها مواقفاً محمودة بذلك، فكانت عوناً دائماً لكل مسلم في حربه وسلمه. وحينما تحل الكوارث في أي بقعة من العالم، تهب بلادنا لإنقاذ المنكوبين وإغاثة المشردين، وترسل الأدوية والأغذية وكافة أنواع المساعدات. لا زالت بلادنا دائبة على أداء دورها وتحمل مسؤوليتها العظيمة. أحب بلادي، أحب تاريخها وحضارتها، أحبها سهلاً وجبلا، شطآنا ورمالا، أحبها أهلا وسكانا، أحب مدنها وقراها، أحب بلاد السعودية، أحب بلاد التي ولدت فيها وتنسمت هواءها ولعبت فوق ترابها. اليوم ننظم للوطن قصيدة عشق، ونخط لأجله معلقة فخر. وها هم الآن حملة الأعلام يرفعون الرايات الخفاقة، تختلف ألوانهم وأسماؤهم، يجمعهم الوطن الواحد. تحت العلم الأخضر الخفاق والحب الأعمق الدفاق، راية التوحيد أعظم الرايات وأعزها وأجلها، خضرتها من خيرات بلادنا التي ينتفع بها القريب والبعيد، بياضها من السلم والسلام الذي تدعو إليه بلادنا. وها هم الكشافة بتحيتهم المعروفة، الذين وعدوا ببذل غاية الجهد في القيام بواجبهم نحو الله ثم المليك والوطن ومساعدة الناس في جميع الظروف. عبارات التوحيد على رايتنا الخضراء، عبارة التوحيد ديننا وعقيدتنا ومنبع شريعتنا ودستورنا، علم المملكة العربية السعودية. ها هم حملة السيوف يتوشحون شعار الوطن، يرفعون السيف الصارم البتار، سيف العزة والقوة لا سيف الغدر والعدوان، سيف الحماية والدفاع لا سيف الظلم والطغيان، سيف الخير والنماء لا سيف القتل والإرهاب.
لله ذو العرش المجيد رافع السبع السماء مبنى وإشادة باسط الأرضين جبار شديد زلزلي يا العاصفة زيد الرعيد لاهني بان نوم سفان البلادة في زمن سلمان لا عاش البليد سير سير يا مأمور عجل بالبريد واعلن أن اليوم أفراح وسعادة بالهنا يا موطني يومك سعيد الوطن طالي وهذا الشيء أكيد لو بذلنا الروح من أجل السيادة فالسعود سيدي ما يخضع لسيد شعب ملك ايد بايد عهدنا يا ابو فهد منذ الولادة والولي العهد ذو الراي السديد يا محمد عسى عمرك مديد سيفك المجرود ماضي بالإبادة للذي فارش ذراعه بالوصيد يا وطن عيش الفرح فاليوم عيد يا غنى شعب عشق تربة بلاده مع قلال أبطال من عصر بعيد يا عيال سلمان خلونا نعيد عاصفة الأجداد يا محلى الإعادة طبعنا معروف ما نخشى الوعيد شهادة صاغب تركي له عقد فريد لبسها يوم الفرح لبس فريد لبسها عيالها سلس قلادة فصل النايب لها ثوب جديد في مسيرة بو عرش شيخ ولد سائلين الله من خير وزيادة يحفظك ربي ومن خير يزيد أقسموا بالله ما تمضي وحيد والجدود تسابقوا صبر جلادة روحهم روح الوطن في كل عيد وطن وسط الوريد من دم الأحرار تنبض والسعادة دونك الأبطال تتواجد وقيد شرعنا ثابت ولا عنه نحيد في محطة موطني شعب وقادة نحمل البراق من جيد يا جنود الحد ما فيها رويد أنتم الأمجاد أسياد وعمادة ما يفلك الحديد إلا الحديد جبل الدخان والدود العنيد مثلكم شاء
شامخ وقاسي في عناده من يقاوي شيشان الحر والغني. الشهادة فخرنا واللي نريد لجلها نسعى وتسعفنا الإرادة واحنا نطلبها ولله ما يريد. الشهادة فخرنا واللي نريد لجلها نسعى وتسعفنا الإرادة واحنا نطلبها ولله ما يريد. المجيد رافع السبع السماء مبنى وإشادة باسط الأرضين جبار شديد. زلزلي يا العاصفة زيد الرعيد. في مثل هذا اليوم من عام 1351 للهجرة أعلن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود تأسيس المملكة العربية السعودية بعد الانتهاء من الفتوحات التي تمت خلال 3 عقود من الكفاح والجهاد في صحراء شاسعة ساءت فيها الأحوال الأمنية والاجتماعية والاقتصادية. وهنا تكون المعجزة في هذا التحول الكبير الذي تحقق داخل تلك المساحات المترامية الأطراف والتي عم فيها الفقر والجهل والمرض والفرقة. وكما نعلم جميعا عن هذا القائد العظيم الذي طبق الشريعة الإسلامية السمحة في كل مناهجه وأعماله، فتحقق ولله الحمد الخير والرخاء على يده يرحمه الله. ومنذ ذلك اليوم كان ذلك نهج الملوك من بعده إلى يومنا هذا. في هذا العهد الزاهر الميمون، عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نهج مستقيم لا يحيد عن إرضاء المولى وإحقاق الحق وإرساء العدل. للوطن سكن وللحب وطن، أجدك أغلى وطن، أنت أرضي وسمائي وغذائي ومائي. لك تهفو مشاعر الفياضة ويكتنفها حب لا حدود له، تنهمر الكلمات وفق منظومة شعارها نحن في قلب الوطن والوطن قلب لنا. اكتنفت أحلامنا منذ عقود وفيك كبرت أجيالنا، ومعك نبقى وتبقى أرواحنا فداء لك. ندين لك بحب وعشق ووفاء أبدي، أنت الطريق والصديق والحلم والأمن والأمان. يا من جمعت البعيد بالقريب، يا من تظل شامخا
رغم أنوف الحاقدين. دمت عزا لنا ودمنا أوفياء لك. وطني، أرجو العذر إن خانتني حروفي، وأرجو العفو إن أنقصت قدرا، فما أنا إلا عاشقا حاول أن يتغنى بحبك. فأنت الذاكرة العطرة، بل أنت العطر لكل زمان، أنت القلب والنبض والشريان والعيون، نحن فداك يا قبلة على جبين الأرض. وطني، أيها الوطن الحاضن للماضي والحاضر، أنت يا من أحببته منذ الصغر، وأنت من تغنى به العشاق وأطربهم ليلك في السهر، أنت كأنشودة الحياة وأنت بسمة العمر. يا من لم يبلغ الحب أسماه إلا مقرونا بالفخر والاعتزاز، ليس هناك شيء في الدنيا أعذب منك ولا أطهر، أنت الحب الذي لا يتوقف، وذلك العطاء الذي لا ينضب، أنت المستوطن في القلوب، أنت فقط من يبقى حب، وأنت فقط من نحب. وطني، أنت الحب الوحيد الخالي من الشوائب، وأنت الحب المزروع في قلوبنا حقيقة ولم يصنع. وطني، من لي بغيرك عشقا فأعشقه، ولمن أتغنى؟ ومن لي بغيرك شوقا فأشتاق إليه؟ أنت الحب الخالد، من لي غيرك وطنا؟ أبي الصحاري أم البحار؟ أبي الجبال أم السهول؟ أبي الهضاب أم الوديان؟ أحلم بك شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، ستبقى حبي الأبدي. مثلما كنت ستبقى يا وطن، حاضرا في مقل العيون، في ورق الشجر، في عطر الفل والريحان، والشيح والكاد والياسمين، حاضرا في ورق الردائم، حاضرا في ريحة الأرض على مدى السنين، حاضرا في البرق والرعد وأقواس المطر، في ارتعاشات الفرح، حاضرا في الشفق الدامي وفي ضوء القمر، في تصاوير الأماسي وفي النسمة، في عصف الرياح، في الندى والساقية، في الوديان، في الجبال الشم العالية، في تهليلة أم وابتهالات الوجوه الراضية، في شفاه الأطفال السالية، في صحوة فجر مع الطيور العالية، في الصبا والولدنة، في لغات الناس والطير المدندنة، في ربا نجد أرض الحاضنة، في المواويل التي تصل الأرض بأطراف السحاب، في أغاني المخلصين وشفاه الضارعين، في دماء الشهداء، في القلوب الخضر والأضلع، في تقاسيم الفؤاد. مثلما كنت ستبقى يا وطن، حاضرا كل زمان كل حين، تحت راية آل سعود الشامخين، نحن عشاقك نبني ونعمر، نرسم البسمة في وجه المستقبل ونسطر، وسنظل بك نفخر، نجمع الأزهار والحلوى ونمشي في اللهيب، نبذل الغالي ليبقى رأسك المرفوع مرفوعا على مر الزمن، نحن عشاقك، نحن أصحابك، فأبشر يا ملك وأبشر يا وطن.
في مثل هذا اليوم كان للوحدة ميلاد، وكان لنا من التآخي موعد، واليوم نستعيد ذكرى أبطال كافحوا ليصنعوا مجدا تليدا. نستذكر رحلة عز وشموخ، ونحتفل بما تسطر من إنجازات، ونفخر بوطن يباهي بوجود أطهر البقاع وأعظم المقدسات على ثراه. نتشرف اليوم ملامح العقد التاسع من عمر الوطن، فنقف متباهين بمخرجات عمل دؤوب أثمر عن قفزات حضارية في مختلف المجالات، لنستكشف منجزات تنموية كانت خلاصة عقود من مثابرة شعارها التنمية وعنوانها النماء. فمنذ أن أرسل الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه دعائم هذا الكيان الشامخ، وهذا الوطن يسابق الزمن نحو الرقي والرفعة، وينحت في الصخر عظيم المنجزات، حتى أصبح اليوم نبراساً لباقي الأمم في الازدهار، ومضرب مثل في اللحمة والتآخي، وأكمل المسيرة من بعده أبناؤه. اليوم نحتفي بوحدة هذا البلاد الطاهر، ونعمق في النفوس الولاء لثرائها في ظل قيادة تنير دروب الوطن ليزهو متفرداً ويشد أوتاده بأبنائه وينهض بسواعدهم وينعم بالأمن والرخاء بفضل الله، ثم ببسالة جنوده الأشاوس. فلتهنأ يا وطني بقيادتك وشعبك، ولنهنا بعزك ومجدك، ودام الوطن آمنا مطمئنا، دام الوطن مسارعا نحو العلياء. حب الأوطان فطرة في الإنسان، مهما اختلفت البلدان وتبدلت الأزمان، لكن حبي لوطني كبير، أكبر وأعظم، حب فوق كل شيء. فبلادي هي أرض الرسالة ومنبع الهداية، هي أرض الحرمين ومنطلق هذا الدين. إنها بلد النور والإسلام والأمن والإيمان،
هي أرض الخير، بلاد المملكة العربية السعودية. ها هم أبناؤها يحتفلون بيومها الوطني 89، يعبرون عن حبهم وعن انتمائهم لهذا الوطن المعطاء، وطن الخير والنماء. أهديك يا وطن على مدى الزمن، أهديك حبا خالصا في القلب قد سكن. لك موقع بين الشعوب يا وطني، لك موقع بين الشعوب، قلب بحكمته يجوب. لك راية لا تستهان، تفنى المدائح والخطوب. كلمات سطرها التاريخ لملوك بلادنا، وملايين البشر في جميع بلدان العالم تفاعلت مع قيادتنا الحكيمة ومع ما قاله ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبد العزيز. ليوم الوطن حين قال: نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين وبما هيأه لنا من عزة وتمكين وقيم نبيلة وشعب يعتز ببلاده. إن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغد مشرق بالنماء والرخاء، سائلين الله أن يحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والاستقرار. سلمان بن عبد العزيز. الكلمة الآن لمن يمثل قيادتنا في محافظتنا أبو عريش، وهو محافظ أبو عريش الأستاذ محمد بن هادي الشمراني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أصحاب السعادة، مشائخ القبائل، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتذكر في كل عام مرحلة التأسيس والتحول الكبير والبناء لهذا الكيان الذي تشهده بلادنا على يد المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه، الذي جمع الشتات ووحد الصف وقضى على الخلافات وأزال النعرات وأسس لنا وطنا واحدا وكلمة واحدة.
ورسم لنا منهجا واضحا تسير عليه بلادنا منذ ذلك التاريخ، وسار على نهجه أبنائه الملوك حتى وقتنا الحاضر. فاليوم الوطني الذي تدل عليه الذكرى والذي يذكرنا بوحدتنا الوطنية من كل عام، التي تعتبر أهم وأكبر وأمتن وحدة يشهدها القرن العشرون إلى يومنا هذا للذكرى 89. ومن هذا المنطلق يجب على كل فرد من المجتمع السعودي أن يتذكر الجهود الجبارة التي بذلها المؤسس العظيم لتحقيق هذه الوحدة، وأن يحافظ عليها وأن يستمد منها قوته وإصراره وعزته، وأن يستشعر وأن يدرك إن اليوم الوطني ليس مجرد شعارات أو عبارات أو حفلات، إنما هو الترجمة الصادقة التي يجسدها وتعكسها ممارساته اليومية في كافة المجالات، منها ممارساته ومنها ممارسة الأعمال التي يقوم بها على الصدق والإخلاص والتفاني من أجل رفعة الوطن، وكذلك من خلال التعامل مع الآخرين داخل وخارج هذه البلاد، والمحافظة والاستخدام الأمثل لكافة الخدمات التي توفرها الدولة رعاها الله. ويدرك يقيناً إنها ملك للمجتمع، وكذلك تطبيق النظام واحترامه، والأهم من ذلك كله المحافظة على الأمن والاستقرار والتعاون مع الجهات الأمنية والخدمية، والابتعاد عن الأعمال المشبوهة، والإبلاغ فوراً عن أي ملاحظة تمس أمن البلاد. وتتضاعف هذه المسؤولية في هذه الأيام التي تشهد زيادة في الاضطرابات والتطرف، وأن يكون وأن يكونوا جميعاً يداً واحدة مع القيادة الرشيدة ومع علمائنا الأجلاء، وألا يسمح لأي كائن من كان أن يتسبب في شرخ وحدتنا أو الإساءة إلى قادتنا وعلمائنا. فكل فرد من هذا المجتمع يجب عليه أن يستشعر إنه على ثغر، وألا يؤتى الوطن من خلاله. وألا يتعاطف مع أصحاب الأفكار المنحرفة، وألا يتأثر بأفكارهم أو الانخراط إلى صفوهم لا سمح الله. فالذكرى اليوم الوطني هو خطوة جديدة نحو المستقبل الذي يتطلب منا الاستفادة من الإنجازات الماضي ومعطيات الحاضر، والاستعداد للمستقبل الذي نصل فيه جميعا ببلادنا وشعبنا إلى ما وصلت إليه الدول المتقدمة، والإسهام في القضاء على الفساد وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة أدام الله عزهم. وفي الختام أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمي واسمكم جميعا لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، وإلى صاحب السمو الملكي سيدي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جيزان، وإلى صاحب السمو الملكي سيد الأمير محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جيزان، وإلى كافة الشعب السعودي، وكل عام ووطننا بخير ووحدتنا قوية،
أسأل الله العلي القدير أن يحمي بلادنا من شرور الأشرار وكيد الحساد، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا وباني نهضتنا خادم الحرمين الشريفين. وأن يديمه ذخر للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ جنودنا البواسل المرابطين على الحدود، وأن يمدهم بعونه وتوفيقه ويسدد رميهم، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يعيدهم علينا في هذه وأن يعيد علينا هذه المناسبة الوطنية أعواما عديدة وأزمنة مديدة تحت نعمة الأمن والأمان وراية التوحيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستأذنكم يا سعادة المحافظ في التكريم. سعادة محافظ أبو عريش، سعادة محافظ أبو عريش، أيها الإخوة الكرام، يسر اللجنة المنظمة للاحتفال تكريم الشخصية المتميزة لعام 1441 البروفيسور أحمد بن أحمد بن إبراهيم آل قاسم يرحمه الله. يتفضل الآن الدكتور محمد بن أحمد بن أحمد آل قاسم ابن المحتفى به، البروفيسور أحمد الحاصل على براءة الاختراع من بريطانيا والتي أسماها بأسماء بناته إيمان وميمونة. ولد في محافظة أبو عريش عام 1363 وقد توفى والده يرحمه الله وهو في عمر الطفولة، إلا أنه كان مثالاً للعصامية. انتقل أكمل دراسته بالمرحلة المتوسطة ثم تعيينه مدرساً للتربية البدنية في مدرسة البديع والقرف الابتدائية، حاز خلالها على المركز الأول على مستوى المملكة في الدورات التدريبية. انتقل مدرساً في مدرسة جازان الابتدائية العزيزية حالياً. أكمل دراسته الثانوية وسافر إلى الرياض لدراسة البكالوريوس. تخصص في علم الكيمياء وعلم الأحياء مع مرتبة الشرف. سافر إلى المملكة المتحدة جامعة للحصول على درجة الدكتوراه تخصص التفاعلات الكيميائية العصبية في الحشرات. تدرج رحمه الله في السلك الوظيفي. عرف عن الفقيد رحمه الله صدقه وأمانته وإخلاصه لدينه ثم لوطنه، حيث كرس جهوده ووقته لبناء وتطوير جامعة الملك سعود بالرياض. عرف عن البروفيسور أحمد رحمه الله أنه كان باحثاً من الطراز الأول، حيث أنه قام بتحضير وتركيب بعض المبيدات الفعالة في علاج الحشرات. توفى رحمه الله عام 1431 وقد صلى على جنازته بعد صلاة العصر بجامع الحكير. رحم الله الفقيد. ننوه للسادة الحضور الكرام بأن الفعاليات ما زالت مستمرة بعد الأوبريت مع المنشد معاذ الجماز وفرقة أطفال ومواهب. نحن من بلد متميز ووطن فوق كل الأوطان، نحن المملكة العربية السعودية، وهذا هو سر تميزنا وتفردنا عن كل بلدان العالم. أوبريت سلالة مجد، كلمات الشاعر الأستاذ خالد بن حسن العمودي، ألحان الأستاذ تركي الدبيان، أداء كوكبة من فنان العصر العريشي الحديث
الفنان حماد عطيف، الفنان برهان حيدر، الفنان عبد الرحمن كريري، الفنان حمودي حوذان. كلمات الزامل والطارق، الشاعر الأستاذ محمد بن أحمد عطيف النابوش، عزف المزمار الوالد علي مساوى، منشد الطرق الشعبي الوالد أحمد عبدو مقنعي، الدراما الحوارية إعداد الأستاذ خالد العمودي، وأداء كل من محمد عزيز شامي، أنس أحمد سيار، أسامة عطية حكمي، وسيم برهوم آل طاهر، ريفال راشد مجرشي، جواهر محمد كعبي، فلاشات عن حب الوطن إعداد وأداء المهندس فهد بن تركي الدبيان، إخراج الأستاذ تركي بن عبد العزيز الدبيان. نتمنى لكم وقتا ممتعا وجميلا في هذا الأوبريت. عيد العياد لا 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 من حين شرق عبد العزيز لينا سلمان في كل العياد لا 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 يا البينق الخفاق في كل العياد لا لا الدين بعيان سلمان قرب وصل لا 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 أرضي بيني وبينها قرب وصل لا 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 وأنا أوصلهم لو هم بعيدين لا 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 دونك أضحي لو غدا جسمي أوصل لا 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 العيد هذا في حسابي بعيدان ما في نجد لا 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 وإن كنت شجيزا تحرم ورحاي لا 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 من بعر الشحزم في ليل أسود لا 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 من بواكي تتبعك بالنواحي
العزيز عبد العزيز لملم اشتات المملكة محد يجاري مسلكة رقم الصحاري والجفاف رقم العطش رقم الكفاف أكبرها في صبحه ليلة وحدها وألبسها خميلة وصارت بلاد الآمنين يمشرق النور المبين. في زمن ما هو زمان يا ما شك أجدادنا ظروف الحياة في زمن ما هو زمان كانت العبرة تسبق حروف الشفاء كانت البسمة وهم وكانت الخطوة ألم وكانت الضحكة ندم في زمن ما هو زمان كانت دياجير ظلام ودمعت ألم فوق الخدود كانت ليالي بلا سلام والجوع فيها بلا حدود والجرح ما عمره برى والحزن بعيون الورى كانت دروب مترامية وسط الجروح الدامية وكان السؤال من يجمع شتات البلاد من يمسح دموع العباد وفي ليلة تشبه الليالي كانت أبلغ من خيال نادى لها هيا تعالي وتقاصرت لجلة ونال بقدرة عزيز عبد العزيز لملم اشتات بلادنا وحقق جميع أحلامنا في مملكة عدل وسلام تفخر بها أجيالنا وقاد المسيرة للأمام أبناء من بعده كرام سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله وشيخنا سلمان واليوم تفخر بلادي بمجدها في ظل سلمان وولي عهده للمعالي قادها في عز لهشان وفي كل عام نحتفل بالأمان السرمدي وذكرى الإمام ابن الإمام الأجودي عبد العزيز عبد العزيز. نعشقك بالحيل نعشقك بالحيل والمولى عليم يا شموس قلوبنا وضي القمر
طاب نجدوتها ما في شذاها والهيامة يا ولع كلب المعنى لو يخبرني عالما من صبا نجدوتها ما في شذاها والهيامة يا ولع كلب المعنى لو يخبرني علامة بالهجير وزمهريرة نعشقك يا أغلى ديرة بالهجير وزمهريرة نعشقك يا أغلى ديرة فوق عن كل الشعور فوق عن كل الشعور فوق عن كل الشعور فوق عن كل الشعور يا أرض وديرة فيك للأمجاد سيرة مملكتنا الغالية مملكة صقر الجزيرة الله يا أرض وديرة فيك للأمجاد سيرة مملكتنا الغالية مملكة صقر الجزيرة بالهجير وزمهريرة نعشقك يا أغلى ديرة بالهجير وزمهريرة نعشقك يا أغلى ديرة فوق عن كل الشعور فوق عن كل الشعور فوق عن كل الشعور فوق عن كل الشعور مهبط الوحي الإلهي حسنها بالهدي باهي مكمن السر الدفين روعة الخلق الإلهي مهبط الوحي الإلهي حسنها بالهدي باهي مكمن السر الدفين روعة الخلق الإلهي بالهجير وزمهريرة نعشقك يا أغلى ديرة بالهجير وزمهريرة نعشقك يا أغلى ديرة فوق عن كل الشعور فوق فوق عن كل الشعور فوق عن كل الشعور فوق عن كل الشعور تشواقي بلهفة بين رمل وبين ضفة والجاري دلي تغنى والبحر آسر في وسطى طابت أشواقي بلهفة بين رمل وبين ضفة والجاري دلي تغنى والبحر آسر في وسطى بالهجير وزمهريرة نعشقك يا أغلى ديرة بالهجير وزمهريرة نعشقك يا أغلى ديرة فوق عن كل الشعور فوق عن كل الشعور فوق عن كل الشعور فوق عن كل الشعور يد بيد أب وجد
وطفل على صهوة جواد انتظر حمل الأمانة يا بلد جيل وجيل يبني ويشيل حب غرس وسط الفؤاد وعش أبد ما له نهاية ما له نهاية ولا مد. رافعين الراس يا أغلى بلد.
في ابتسامة واتحد بالآيات البيض يا داري عمار بالعزم نرقى إلى أبعد أمد نمضي للرؤيا بعز واقتدار شعبنا الوافي ابتسامة واتحد بالأياد البيض يا داري عمار بالعزم نرقى إلى أبعد أمد نمضي للرؤيا بعز واقتدار سيروا يا آل السعود ما عليكم أي زود وانحكى فينا الحسود ما نبالي به أباد رافعين الراس يا أغلى بلد شاكرين الله يا أرض ودار الملك سلمان ما مثله أحد خادم البيتين في ليل جسد ما لنا عنه ولا دونه خيار من خلقنا الله ما نخشى أبد ومن طمع فينا تزلزل واستدار الوطن كالروح فينا والجسد ما لنا عنه ولا دونه خيار من خلقنا الله ما نخشى أبد من طمع وانحكى فينا الحسد ما نبالي بابد رافعين الراس يا أغلى بلد شاكرين الله يا أرض ودار الملك سلمان ما مثله أحد خادم البيتين في ليل ونهار
شفت في دربك هذا الحسن يا أصحاب وعريش لها قلبي خفق من لهفته وارتاح ما شفت في دربك هذا الحسن يا أصحاب يا هذا الحسن يا أصحاب الشيح الكادي وعطر الفل والريحان من الولا شادي ناجي سحرك الفتان يا دار الشيح الكادي وعطر الفل والريحان من الولا شادي ناجي سحرك الفتان ناجي سحرك الفتان شاطرني القمر حبك ونجم السيل والخلا ليالي الأنس في قربك يا قمرة ربا جازا شاطرني القمر حبك ونجم السيل والخلا ليالي الأنس في قربك يا قمرة ربا جازا يا قمرة ربا جازا كثر الولع فيني خذاني حسنك الميال وامس الوردك فيني عناني اسمع وشذاني سنان كثر الولع فيني خذاني حسنك الميال وامس الوردك فيني عناني اسمع وشذاني سنان عناني اسمع وشذاني سنان We'll be right back.
للوطن دايم محبة ما لها مكيال. وسيفي لا نطق صار انفدى للمملكة يا ناس. ولائي للوطن دايم محبة ما لها مكيال. وسيفي لا نطق صار انفدى للمملكة يا ناس. انفدى للمملكة يا ناس. يا مليك الوطن الحر، اطلب ما تشاء مر، سنأتيك جميعا بلحن النصر نظفر، ونمضي حيث تمضي، فأنت القائد الفذ فينا والمؤزر. قوة في وقت النزال، قوة قوة يا جند الوطن، قوة قوة في وقت النزال، بيدوا أذناب الفتن، دكوا أوكار الجبال، امسحوا كهف المجوس من ضلالات الطقوس، واعلنوا في الملا امسحوا كهف المجوس من ضلالات وطقوس، واعلنوها في الملأ انت خاكم جاركم من بلا حل وصاب، خابرين اقداركم تبري الجرح المصاب، انت خاكم جاركم من بلا حل وصاب، خابرين اقداركم تبري الجرح المصاب، امسحوا وجه الظلام وارسموا عدل وسلام، واعلنوها في الملا يا جند الوطن، قوة في وقت النزال، قوة يا جند الوطن، قوة في وقت النزال، بيدوا أذناب الفتن، بكوا أوكار الجبال، مسحوا كهف المجوس من ضلالات وطقوس، واعلنوها في الملا امسحوا كهف المجوس من ضلالات وطقوس، واعلنوها في الملا انتم الشر من عالم في ميادين القتال، قول وافعال وقسم يرتعد منه الظلال، انتم الشر من عالم في ميادين القتال، قول وافعال وقسم يرتعد منه الظلال، اطفوا نار الظالمين في دروب العالمين، واعلنوها في الملا
الوطن وفي وقت النزال قوة أقوى يا جند الوطن قوة أقوى في وقت النزال بيدوا أذناب الفتن دكوا أوكار الجبال امسحوا كهف المجوس من ضلالات الطقوس واعلنوا في الملام امسحوا كهف المجوس ضلالات الطقوس واعلنوها في الملام الوطن يفخر بكم يا أسود بهالزمان والشعب من بعدكم في رخاء وفي أمان الوطن يفخر بكم يا أسود بهالزمان والشعب من بعدكم في رخاء وفي أمان اشتيا أرض الحرام دارنا دار الكرام واعلنوها في المنام في وقت النزال قوة قوة يا جند الوطن قوة قوة في وقت النزال بيدوا أذناب الفتن دكوا أوكار الجبال امسحوا كهف المجوس من ضلالات الطقوس واعلنوا في الملاح امسحوا كهف المجوس من ضلالات الطقوس واعلنوها في الملاح انت خاكم جاركم من بلا حل وصاب خابرين اقداركم تبري الجرح المصاب انت خاكم جاركم من بلا حل وصاب خابرين اقداركم تبري الجرح المصاب امسحوا وجه الظلام وارسموا عدل وسلام واعلنوها في الملأ ويا جند الوطن هو في وقت النزال ويا جند الوطن هو في وقت النزال بيدوا أذناب الفتن فكوا أوكار الجبال مسحوا كهف المجوس من ضلالات وطقوس واعلنوها في ملاح امسحوا كهف المجوس من ضلالات وطقوس واعلنوها في الملاح انتم الشر من عالم في ميادين القتال دول وفعال وقسم يرتعد من الظلال انتم الشر من عالم في ميادين القتال دول وفعال وقسم يرتعد منه الظلال اطفوا نار الظالمين في دروب العالمين واعلنوها في الملاح ويا جند الوطن هو في وقت النزال هو
أقوى يا جند الوطن، أقوى أقوى في وقت النزال، بيد أذناب الفتن تقوى وكار الجبال، امسحوا قهف المجوس من ضلالات الطقوس، واعلنوا في الملام امسحوا كف المجوس ضلالات الطقوس، واعلنوها في الملام الوطن يفخر بكم يا أسود بهالزمان، والشعب من بعدكم في رخاء وفي أمان. الوطن يفخر بكم يا أسود بهالزمان، والشعب من بعدكم في رخاء وفي أمان. عشتي يا أرض الحرام، دارنا دار الكرام، واعلنوها في المنام ننوه للحضور الكرام، ننوه للحضور الكرام بأن الليلة العريشية ما زالت مستمرة مع المنشد معاذ الجماز وفرقة أطفال ومواهب.
جنة جنة الوطن جنة جنة فيه نتنة جنة ما لنا دنيا غير موطننا جنة الوطن جنة جنة فيه نتنة جنة ما لنا دنيا غير موطننا جنة الوطن نعمة نعمة شوف تنسنا تنسنا الوطن نعمة نعمة شوف تنسنا تنسنا والعبي نسنا والعبي
حبيب الشعب من غيرك نحن، أمرك النافذ مطلوبك وجاب، ما عليك بعيد ما عليك بعيد. تبتسم لك نجد قبل كفوفك، والجبال تعلم البحر بوصوفك، والشمال من الغلا ينقش حروفك في جبين البيت في جبين. المشارع أصبحت روتين عادي، كل يوم نحقق إنجاز اقتصادي، رفرفت في كل شبر من بلادي، راية التجديد راية التجديد. يا ولي العهد لك من الولاء، السعودية تبدل كل غلاء، أعلن الرؤية على رأس المال والهدف واحد. ارتفع هاماتنا فوق السحاب، مؤمنين وبيدنا شرع وكتاب، والله إن ما نخاف ولا نهاب، لو حصل تهديد لو حصل تهديد. دويل الرؤية مساحات ومدى، كل يوم صوتها يلقى صدى، يا سعودي سعدنت وبدا، وكل يوم يزيد كل يوم يزيد. أهلنا لله كلمة التوحيد، اعتصمنا بالله طاعه وتمجيد، تحت راية بن سعود شعبنا يرقى سلود، موتنا دون الحدود عيد واحلى يا سعوديين. يا زين الفخر، عزنا والحمد لله والشكر، نستحل الشمس وخوها القمر، دايم التخليد دايم التخليد. يا سعوديين يا زين الفخر، عزنا والحمد لله والشكر، نستحل الشمس وخوها القمر، دايم التخليد. السادة الحضور، إلى هنا نأتي إلى ختام ليلتنا الرائعة والجميلة، على أن نلقاكم في مناسبات وأيام جميلة قادمة. إلى هنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسابقة محافظة أبو عريش الثقافية.
تقدم للمسابقة أكثر من 2400 متسابق، وتم فرز الأسماء واستبعاد الأسماء أو الإجابات الخاطئة، وهناك 10 جوائز والجوائز عبارة عن 8 أطقم ذهبية وجوالين آيفون. الجائزة العاشرة إلى الجائزة الثالثة عبارة عن أطقم ذهبية، والجائزتين الأولى والثانية عبارة عن جوالين آيفون. سيتم اختيار الفائزين اختيار عشوائي في الشاشتين. المتسابقين أو الفائزين سوف يستلمون الجوائز بإذن الله تعالى يوم الأحد من الساعة 5 إلى الساعة 9 مساء في جمعية أثر الشبابية بمحافظة أبو عريش، وسيتم التواصل مع الفائزين لاستلام الجوائز وإحضار ما يثبت الاسم. نبدأ أولا بالجائزة العاشرة، وهي عبارة عن طقم ذهبي. سيتم الاختيار عشوائي عن طريق الجهاز. الجائزة العاشرة من نصيب حمزة سديفي. الجائزة التاسعة، وهي عبارة عن طقم ذهبي، رؤوف علي ظلامي. وكما ذكرنا سيتم التواصل عن طريق جوالات أو أرقام الجوالات التي ذكرت في الاستبيان أو في الرابط. الجائزة السابعة، الثامنة، موسى يحيى أحمد عياشي. جائزة عبارة عن طقم ذهبي. الجائزة السابعة، عبد الله علي يحيى حوذان. الجائزة السادسة، يحيى محمد علي رياني. الجائزة الخامسة، محمد فواز محمد. الجائزة الرابعة، منى محسن إبراهيم بكري. الجائزة الثالثة، وهي نهاية الأطقم الذهبية، ستكون من نصيب رحمة إسماعيل أحمد بهكلي. الآن الجائزتين الثانية والأولى، وهي عبارة عن جوال آيفون. الجائزة الثانية يا ترى من نصيب من؟ أحمد مفرح أحمد سفياني، جوال آيفون. والجائزة الأخيرة، الجائزة الأولى، عبد الرحمن مكي عبد الله. نبارك الفائزين ونذكر بأن الجوائز سوف تستلم من جمعية أثر الشبابية بمحافظة أبو عريش في حي الروضة يوم الأحد من الساعة 5 عصرا إلى الساعة 9 مساء، وشكرا لكم. والحقيقة تقدم الكثير من المتسابقين والمتسابقات سواء من داخل المنطقة أو من خارجها، وباسم اللجنة التي تشكلت لإعلان أسماء الفائزين واختيار الصورة الفائزة، والتي تكونت من الأستاذ علي داود حداد المخرج الرائع، تحية للأستاذ علي. أيضا معنا كان في اللجنة الفنان
التشكيلي والمصور الفوتوغرافي الأستاذ مجدي مكين، تحية للأستاذ مجدي. أيضا كان معنا الفوتوغرافي الواعد الأستاذ أحمد مخشع، بالإضافة إلى وجودي معهم في اللجنة، والتي تشرفت أن أكون واحد من أعضاء هذه اللجنة، وقد أسفرت النتائج والاختيار على حصول صاحب المرصد الثالث، والجائزة عبارة عن 500 ريال الأخ موسى فقيهي في المركز الثالث. أما المركز الثاني والجائزة 1000 ريال الأستاذ محمد فقيهي. أما المركز الأول فحصل عليه الأخ الأستاذ رؤوف عمر شرواني. ويسرنا أن نعلن أن توزيع الجوائز سوف يكون في حفل مخصص في المحافظة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.